السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم إن شاء الله بلا ما نطول عليكم الفيديو بكثرة الهضرة، غادي نبداو في بسيطلات صغارين. غنديرو بسيطلات بالدجاج اللي هما تراديسيونيل العاديين، وبسيطلات بالكروفيل كيجيو بحال اللي مصايبين بالحوت الغالي، وهما مصايبين غير بالكروفيل. انتما غادي نبداو بالمقادير ديال البسيطلات الدجاج. عندي في المقادير ديالهم الدجاج بطبيعة الحال، عندي هنا في الروج منقي مقاد ناضي محيدالو الجلدة مصفي، عندي جوج بصلات كبارين مشلضين، وعندي ربطة ديال المعدنوس كبيرة، وغي شي شوية ديال القزبر غي شوية. عندي هنا في العطرية الملحة بطبيعة الحال، البزار معلقة صغيرة، رص معلقة ديال العرق الخرقوم، معلقة صغيرة ديال السكنجبير، وشي شوية ديال الزعفران شعرة. عندي هنا شوية ديال القرفة مطحونة، إلا ما عندكمش مطحونة يمكن لكم ديرو عويين. وعندي زيت الزيتون، يمكن لكم ديرو الزيت العادية، زيت المائدة. كنقطع دابا البصلة ونقطع المعدنوس ونتلاقى باش نوريكم أشنو غادي ندير. طبيعة الحركة تكون مقطعة مربعات كبيرة شي شوية، ماشي بحال الشلاضة. دابا بعد ما قطعتهم درتهم في الكوكوط مع الدجاج، يعني درت البصله والمعدنوس والدجاج، وغادي ندير عليهم القامه ديالهم بالعطريه، وغادي نديرها فوق البوطه وندير زويته، وما ندير حتى نقطه د الماء والو، يعني ونخليها طيب حتى كنلقاها وقفات في الزويته ديالها. اذا درتو الماء غادي تخسروا الطنجره، لان البصله كتطلق الماء دائما. البصله ملي كتكون كثيره في الطنجره ما تنكديروش الماء، لان البصله كتقوم بالواجب. دابا غادي ندير العطريه، وغادي اللي ذكرت لكم، ونضيف شي رشه ديال القرفه صافي، وغادي نحطها فوق البوطه عافيه متوسطه، نخليها حتى تطيب. دابا كيف كتشوفوا راه كندير الزيت الزيتون صافي، ونخليها تطيب تقريبا نص ساعه تكون واجده. بعد مرور 30 دقيقه كنطفي على الكوكوط وكنحل عليها حتى نلقى دجاجها نتوما تشوفوا طاب. كنصفيه من ديك المريقه وتنحيد ديك المرقه كلها من هاد الكوكوط، وغادي نديرها غير في مقله. انا كنفضل نديرها في مقله باش دغيا كتشحر، ونضيف عليها البيض وصافي، تكون عندي الحشوه وناضيه. لان غادي تعطل لي في الكوكوط باش تقلى المقله دغيا كتسربيني. ندوزو دابا الحشوه ديال بسيطلات ديال الحوت، اللي هي هو كتبان لك ديال الحوت لا كليتيها، ولكن هي راه مصيبه غير بالكروفيل. اول حاجه عندي كيلو دو كروفيت، يعني منقي مغسول وناضي مقطر من الماء. عندي جوج بصلات مشلضين رقاق مزيان، انا درتهم في الهشوار. عندي هنا جوج مربعات ديال الفيرميسال مرقدتهم في الماء بارد وقطعتهم بالمقص باش يبقاو رقيقين. عندي ربطه ديال المعدنوس، وعندي جوج صبيعات ديال الثومه محكوكين، غنحطها هنايا مع البصله. عندي هنا كميشه، يعني هكا كميشه ديال الزيتون الخضر مقطع رقيق، ونص حامضه مصيره مقطعه هي رقيقه، ونص حامضه طريه. وعندي الصويا صوج، وعندي الحار الهريسه، وعندي زيت الزيتون. يمكن لكم تستعملوا غير زيت المائده. بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، راس معلقه ديال الخرقوم، ورص معلقه ديال التحميره باش كتجيني داك اللون ديالها محمر، وبطبيعه الحال الملحه وشويه ديال الكمون، رص معلقه ديال الكمون. عندي هنايا المقله غادي ندير فيها البصله، غندير فيها التوابل اللي ذكرت كاملين، يعني البزار والخرقوم والتحميره والكمون ومليحه وزيت الزيتون، ونديرهم فوق البوطه يتشحروا. هذه اول حاجه، بغيت تدبل لي شي شويه البصله، غادي نضيف عليها الثومه. هانتوما تشوفوا بعد ما البصله دبلت لي شويه، غنضيف عليها الكروفيت ونحرك حتى كيطيب لي الكروفيت. من بعد غادي نضيف عليه الاضافات اللي بقاو لي.
دابا غادي نضيف المعدنوس والزيتون والحامض مصير، وعاد ندير الهريسه والصوجه. نعصر ديك النص حامضه ونحرك، ونزيد هذيك الفيرميسال نزيدها فوق من هذا الشيء باش تشرب لي ديك المريقه اللي بقات وتجي من السما مزيان بالكروفيت والبصيله وداك الشيء. تعاود شويه ديال الصويا صوص، وغادي نحرك مزيان هاد الفيرميسال مع المقادير هذه حتى كتنسجم. الى لقيت مازال الكروفيت غالب غادي نزيد الفيرميسال، لان مازال عندي رانا لقيت جوج مربعات كما تشوفوا. دابا صافي الحشوه غادي نطفي عليها ونديرها في واحد البصل كبير باش تبرد لي، وندوز عاد نصيب البصيلات. هنا غادي ندوزو للمونطاج، يعني باش نصيب البصيلات ديال الدجاج هما الاولين، عاد ندوز البصيلات ديال الحوت. عندي هنا الزبده مذوبه مع الزيت، عندي هنا بيضه مخلطه باش غادي نلصق، وعندي هنا اللوز مقلي مطحون مع القرفه والسكر. عندي هنا الحشوه ديال الدجاج اللي قطعت الدجاج وزدت عليه داك البيض واللي تغمرته في المريقه ديال الدجاج، يعني خلطت ديك الحشوه مع الدجاج، ما بخليتش كل حاجه بوحديها باش يجي الدجاج بنين وطري ما يجيش ناشف. هنا عندي الورقه غادي نقطعها وغادي نتلاقاو باش نديرو ديك البصيلات الصغيورين.
هنا كنقطع الورقة على جوج، وكنقطع داك النصف ديال الورقة كنقطعو على على نص، يعني كيكون عندي الأنصاف والأربعة. كنزل ديك الزليفة اللي غادي ندير فيها المونتاج، كنحط فيها النص هو الأولاني، ومن بعد بطبيعة الحال بعد ما كندهنهم ونحط فوق الربيع، وكندهن نحط اللوز، معلقة ديال اللوز هي الأولى، نحط الحشوة، نضغط مزيان باش كتعمر لي الزليفة مزيان تتاخد داك الحجم ديالها، وكنطوي كنجمع ديك الطويات ديال الربيع هو الاول، وعاد كنجمع بديك الورقه ديال النص، نقص من الزوائد الا كان عندي زائد بزاف، ندهن بالبيض البيض باش يجي كلشي ملصق صافي. وكنقلبها في يدي وكنزلها في الطاوه، هاد الطويات اللي هما دابا الفوق هما اللي كيجيو لتحت، يعني الوجه راه كيكون هو التحتاني اللي من جهه اللوز، هو هاد الجهه اللي فيها اللوز هي اللي غتكون الوجه. بالنسبه البسيطلات ديال الحوت غادي نديرهم 40، ديال الدجاج درتهم مدورين، هادو غادي نديرهم 40. غادي نشد نصف ديال الورقة، غير النصف ديالها غادي ندهنو مزيان بالزيت والزبدة، دائما الجهة الملسة هي اللي غتكون في الوجه. كنقلب كندير الجهة الحرشة من جهتي، كنحط فيها معلقة ديال الحشوة، نحاول تكون الكروفات والفيرميسال، ما تكونش غير الكروفات بوحدة ولا غير الفيرميسال، تكون الحشوة مخلطة. وكنطوي بحال كندير مسيمنة، كنجمع بحال هكذا ديك الحاشيه اللي زايده، كنحيدها، كندهن داك الوجه بالبيض اللي غادي نلصق فيه الجهه الاخرى صافي. كنحيد داك الطرف اللي زايد بالمقص وكنطويها، كنحطها مقلوبه هكذا، كنحطها في الطاوه، كنستمر هكا حتى كنسالي كامل البسيطلات. هانتوما هادو المدورين ديال الدجاج، وهاد المربعين ديال الحوت غادي نستفهم دابا في الطاوه وندخلهم يطيبوا. بالحق انا ما غاديش نطيبهم كلهم، غادي ندير غير 6 من ديال الحوت و6 من ديال الدجاج، والاخرين غنحتفظ بهم في الفريغو بطبيعه الحال. هانتوما تشوفوا بعد ما طابوا غادي نزينهم، هادو اللي هما ديال الحوت غادي نزينهم بالفرماج والهريسه من الفوق، وديال الدجاج غادي نزينهم باللوز كونكاسي والسكر الثقيل بطبيعه الحال بعد ما دهنوا بالعسل. بعد ما زينتهم كاملين كيف كتشوفوا التزيين كيبقى على حسب ذوق كل واحد، غادي نرش هذيك ندير نقيطات ديال الهريسه فوق من ديال الحوت، وندير في الجنيبات ديال البسيطلات الصغيورين السكر الثقيل صافي، وكنقدمهم. نتمنى يعجبوكم وينال الرضا ديالكم. كيف كتشوفوا راه بسيطات ساهلين، يعني ما فيهمش بزاف التعقيدات، ولا طيب هذه بوحدها ولا دير هذه بوحدها، يعني كلشي كيطيب في نفس الوقت وكيجي غزال داكشي. وخلاص دوك ديال الحوت كيجيو فنين، كي بحال اللي مدايرين فيهم داك الحوت الغالي البيض ومكترين فيه الحوت، وهو راه مصايب غير بالكروفان. كيف كتشوفوا المقادير سهله وبسيطه. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم وينال الرضا ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.